النافذة برنامج ثقافي ورحلة قصيرة تتضمن ملخص سيرة حياة الأدباء العالميين العمالقة وتحليل أهم أعمالهم الخالدة بشكل موضوعي ووجيز. النافذة تسلط الضوء على تراث الأدب العالمي وتطرح أسئلة أدبية مثيرة حول مصير الإنسان ومهمة الأدب والأدباء في تحقيق الأهداف والغايات الإنسانية السامية للوصول إلى بر الأمان. في خضم الاضطرابات السياسية والفوضى العارمة وأحداث العنف والقتال التي تجري الآن في الأرجاء المعمورة، كيف ترشد الأعمال الأدبية الحضارة الإنسانية؟ إلى أين وصلت عملية الكتابة؟ وما هي تأثيراتها؟ وإلى أين ستتجه؟ في كل عام وتحديداً في 7 ديسمبر يخاطب الحائزون على جائزة نوبل العالم في محاضرة ذهبية. محاضرات نوبل رسالة الأدباء إلى البشرية. كل هذا وأكثر في برنامج النافذة قريباً.